في نمبر 2 بيقول لك برضه نفس الكلام، بس هنا بيقول لك بروف ايتش اوف ذا فولوينج، اثبت لي ان ساين 6 ليفت هاند سايد بيكون ايكوالز رايت هاند سايد. اقول له كده ليفت سايد ايكوالز ساين 60، ساين 60 بيكون ايكوالز روت 3 اوفر 2، خلاص يعني انت ما تعملش فيها حاجه غير كده. طب اقول له هنا رايت سايد هتكون ايكوالز الايه؟ لازم تكتبها الاول، يعني اقول له 2 ساين 30 كوزاين 30، 2 ساين 30 هاف كوزاين 30 روت 3 اوفر 2، ومنها هنكنسل ال 2 دي مع ال 2 دي، يبقى 1 ملتبلا روت 3 اوفر 2 هيكون ايكوالز روت 3 اوفر 2. يبقى زين ذا 2 سايدز ار equal. The two sides are equal. نفس الكلام هنا. أقوله left side cosine 60 half. أقوله كده cosine 60 equals half. طب right side 2 cosine power 2 30 minus 1 2 multiply cosine 30. انت عندك هنا cosine 30 بيكون equals root 3 over 2 power 2 minus 1 2 multiply root 3 power 2 3 2 power 2 4 minus 1. ممكن نعمل 4 divided 2 equals 2. بقيت عندك هنا 3 over 2 minus 1. 3 over 2 يعني 1 and half minus 1 يطلع لك half. هنا half وفوق هنا برضو half. قالوا كده زين the two sides are equal. شوف المثال جيت ازاي في الامتحانات، يعني جيت السنة اللي فاتت في محافظة البحر الأحمر. طيب قالوا برضو left side 2 cosine power 2 30، يعني 2 multiply cosine 30 بيكون equals root 3 over 2 to the power 2، 2 multiply root 3 power 2 ب 3 2 power 2 4، 4 divided 2 equals 2 3 over 2 هتكون هي 3 over 2. طب right side 1 minus 2 sine power 2 30، 1 minus 2 multiply sin 30 بيكون equals half، وما تنساش ان ايه power 2. 1 minus 2 multiply 1 power 2 1 2 power 2 4. اللي هي لو جيت تلاحظ بص 4 divided 2 يديني 2، خلي بالك فين minus. ما تقوليش 1 multiply، لا. يبقى دي 1 over 2، 1 minus 1 over 2. يعني 1 minus half. 1 minus الهاف هيكون equals الايه؟ الهاف. واحنا طلعنا لا كده في غلط. احنا قلنا هنا في minus 1، ما خدتش بين 1 دي خالص. هنا في minus 1. وهنا برضو minus 1. 3 over 2 minus 1 دي 1 and half minus 1 هيطلع لك هنا بهاف. ما خدتش بالي خالص من حته ال minus 1 دي. left side هيكون equals cosine 60، cosine 60 بيكون equals الهاف. طيب right side هقول له هنا cosine power 2 30، cosine power 2 30 هتكون هنا اللهم صل على رسول الله root 3 over 2 to the power 2 minus sin 30 half to the power 2. ديت هتطلع لك ب 3 over 4 minus، وديت هتطلع لك 1 over 4. 3 quarter minus quarter هيكون equals الايه؟ الهاف.
ده الايه الليفت هاند سايد وده كده الرايت هاند سايد، واقول له كده then the two sides هيكونوا ايه ار ايكوال. هتقول لي طب وديت ايه المشكله برضو؟ هنقول برضو ليفت سايد 1060 بيكون ايكوال روت 3. طب الرايت سايد 2 10 30 اوفر 1 ماينس 10 باور 2 30. يبقى نقول له 2 10 31 اوفر روت 3 1 ماينس 10 باور 2 30 يبقى روت 3 تو ذا باور 2. روت 3 تو ذا باور 2 اللي هي 3. 2 باي 1 ايكوالز 2 اوفر روت 3 اوفر 1 ماينس 3 هتطلع لك بنيجاتيف 2. تان سيرتي هنا ب 1 اوفر روت 3. تان سيرتي ب 1 اوفر روت 3 تو ذا باور 2. يبقى هنا 1 ماينس 1 باور 2 ب 1 اوفر روت 3 باور 2 بيديني 3. يبقى هنا هيكون عندي 2 اوفر روت 3 وهنا ماينس ماينس الثيرد 1 ماينس الثيرد. ال 1 ده لو انت عايز يعني تستخدم الفراكشنز ال 1 ده بتجيب على حسب الدينومينيتور يعني بيكون 3 اوفر 3. 3 ماينس ال 1 بيكون 2. 2 اوفر الايه؟ 3. في رول بتقول لك ايه؟ دينومينيتور اوف ذا دينومينيتور يبقى نوميريتور. ايه؟ دينومينيتور اوف ذا دينومينيتور يبقى نوميريتور. ايه؟ ده الدينومينيتور. الدينومينيتور بتاعه اللي تحت ده تطلعه فوق بالنوميريتور مع النوميريتور يعني تطلعه فوق. هنطلع ال 3 دي فوق مع النوميريتور هيكون 2 ملتبلاي 3 اوفر روت 3 كل ده ديفايدد 2. وبعدين وبعدين ال 2 دي تتكنسل مع ال 2 دي بقى الريميندر عندك هنا ايه؟ 3 اوفر روت 3. طيب وبعدين دي بقى شغل بقى بتاع بريب 2. ال 3 ديت بيزيكلي اصلا لو جينا نعملها ديكومبوز دي عباره عن روت 3 تايمز روت 3 لان روت 3 تايمز روت 3 ايكوال 3 اوفر روت 3. هنكنسل دي ونكنسل دي فيبقى كل ده بكام؟ روت 3. هتقول لي هعملها بالكلكليتور. انا قلت لك اهوت علشان بقى انت برضو ايه تبقى انت مسؤول عن قرارك مسؤول عن قرارك. نعيدها تاني الجزئيه ديت نعيدها تاني. احنا وقفنا المساله لحد هنا. انت عندك هنا في فراكشن وتحت هنا برضو في فراكشن. قلت لك دينومينيتور اوف ذا دينومينيتور بيبقى نيموريتور طلعه فوق في النيموريتور اللي هو 3 ده. وهتاخد القاعده دي كتير جدا في ثانوي في اولى ثانوي. هنطلع دي فوق في بال 2 ب 3 اسف. يبقى 2 ملتبلاي 3 اوفر الروت 3. ما تنساش برضو ان في فراكشن هنا اوفر الايه ال 2. تمام هنكنسل ال 2 دي مع ال 2 دي ويبقى الريميندر عندي هنا 3 اوفر روت 3. ال 3 ديت ال 3 ديت عباره عن روت 3 ملتبلاي روت 3 اوفر ايه روت 3. وبعد كده هنكنسل دي ونكنسل دي هيبقى الريميندر عندك هنا ايه روت 3. الاله الحاسبه لو جيت تعملها الحته دي مش هتطلعها لك. هتطلع لك تقريبا 1 اوفر روت 3 او حاجه زي كده يعني. هتطلع لك روت 3 اسف ده لو كان العكس مش هتطلعها لك. لان السيستم بتاعها يقول لك معمول على اساس ان ما ينفعش في الدينومينيتور يكون في روت. طيب هنا اقول له برضو ليفت سايد كوزاين باور 260 اللي هو بيكون ايكوالز كوزاين باور 260 اللي هو ايكوالز 1 اوفر 2 تو ذا باور 2 يعني بيطلع لك هنا كوارتر. طيب الرايت سايد نشتغل بقى على طول 5 ملتبلاي ساين 30 باور 2 يبقى الهاف باور 2 ماينس 10 45 اللي هي ال 1 باور 2 ب 1 يبقى ال 5 ملتبلاي 1 اوفر 2 تو ذا باور 2 1 اوفر 4 ماينس ال 1 يبقى ال 5 اوفر 4 لان ده يعتبر بيزيكلي اوفر 1 فهنكنسل دي ونكنسل دي ماينس اللي ال 1. شوف ال 1 دي على حسب الدينومينيتور ممكن تخليها 5 اوفر 4 ماينس 4 اوفر 4 اتعلم افتكر 5 ماينس ال 4 ب 1 هيكون 1 اوفر 4. فالانسر هنا هيكون بكام؟ 1 اوفر 4 وده برضو 1 اوفر 4 يبقى التو سايدز هنا بيكونوا ايه؟ ايكوال.
هنا برضو left side قالوا كده left side sine power 3 30 الجواب يكون equals 1 over 2 to the power 3 هيكون equals 1 over 8. طيب right side بعد ما تكتبه طبعا لازم تكتبه 9 multiply cosine power 3 60 هتكون equals 1 over 2 to the power 3 minus 10 45 اللي هي 1 يبقى 9 multiply 1 over 2 power 3 يطلع لك 1 over 8 minus 1 ال 9 دي يعتبر basically over 1 هنشيل 1 مع 1 هيبقى 9 over 8 minus 1 زي ما قلت لك ال 1 ده ايه؟ ايه؟ بص زي الدنمينيتور ده هيكون 8 over 8 9 minus 8 ب 1 1 over ايه؟ ال 8 يا مستر هو الدنمينيتور ده مش بنعمله اي حاجه لا بيجي زي ما هو ما بتدخلش في اي اوبريشن خالص بيدخل زي ما هو يبقى ده 1 over 8 وده برضو 1 over 8 يبقى انت كده تمام ماشي مسألة ديت قالوا left side sin 30 1 over 2 multiply cosine 45 1 over root 2 plus sin 45 1 over root 2 sin 30 1 over 2 1 over 2 ايه عم root 3 over 2 كل ده over sin 45 1 over root 2 cosine 60 1 over 2 plus cosine 45 1 over root 2 sin 60 root 3 over 2 هتقول لها مستر مسألة صعبة مع احترامي انت مش ملاحظ انت احول ايه اللي فوق زي اللي تحت بالظبط مفيش في اختلاف اللي فوق زي اللي تحت بالظبط مفيش في اختلاف اهو have multiply 1 over root 2 have multiply 1 over root 2 اهي 1 over root 2 multiply root 3 over 2 ودي برضو نفس الكلام بس عكس طب هنعمل ايه هكتب له هنا 1 يعني لا يعني مش على طول كده ممكن بس نعمله بس حبشتكه كده 1 by 1 equals 1 over 2 multiply root 2 هيكون 2 over root 2 1 multiply root 3 هيكون root 3 و2 multiply root 2 2 root 2 1 multiply 1 ب1 و2 multiply root 2 ب2 root 2 1 multiply root 3 root 3 over ودي multiply دي ب2 root 2 اقوله في الاخر كده equals 1 بس طب 10 power 2 45 right side 10 power 2 45 ما احنا عارفين يبقى يكون equals 1 power 2 ب 1 10 45 ب 1 وخلاص واقول هنا then both the two sides are equal طيب هنا برضو left side هيكون equals sin 30 هيكون equals half طب right side فمثلا ممكن اعمل square to both sides اه عادي عادي جدا يبقى root 1 minus cosine 60 اللي هي 1 over 2 over 2 root 1 minus half هتطلع لي بhalf over 2 لو انت عملت ده على الكالكوليتر half divided 2 زي ما قلت لك اه لو عملتها على الكالكوليتر هتطلع لك بايه ب لو سلا 1 over 4 ب 1 over 4 يعني على الكالكوليتر هتطلع لك 1 over 4 يبقى 1 over 4 root ال 1 over 4 ب 1 over 2 root ال 1 ب 1 وroot ال 4 ب 2 يبقى دي half ودي برضه half اقوله كده then the two sides are equal وبس كده